والله يختص برحمته من يشاء، سهم أحبوا أم لم يحبوا، فالذي يختص بالرحمة هو الله. قيل الرحمة عامة كل أنواع الخير، وقيل الرحمة النبوة، وقيل الرحمة الإسلام، وكل ذلك صحيح. النبوة يختص الله بها من يشاء، والإسلام يمن الله به على من يشاء، والخير والرزق والزوجات الصالحات والمال الحلال الطيب والطعام الطيب والهدوء والأمن، كل ذلك أيضا يختص الله به من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى.